تسليط الضوء على دور الثقافة والفنون خلال الثورة التحريرية والسعي إلى توثيق الرصيد الفكري والثقافي والفني للكفاح الجزائري حتى يكون مصدراً للباحثين والمختصين في التاريخ والنقد الثقافي، هو موضوع الملتقى الدولي حول المقاومة الثقافية في الجزائر خلال الثورة التحريرية. الملتقى يحضره العديد من القامات العلمية في الجزائر، ولكن أيضا من العالم العربي ومن دول صديقة وشقيقة، وسيتطرقون لجوانب عديدة من هذه المقاومة التي اتخذت لها العديد من الأدوات ومن وسائل المكافحة كالريشة والقلم والوتر والركح أيضا والشاشة وغيرها من الأدوات التي ساهمت إضافة إلى النضال أو الكفاح العسكري والسياسي أيضا، وأضافت إلى المشهد الثقافي إبان تلك الفترة والتي نستذكره اليوم. هذا المشهد الذي نستذكره اليوم من أجل خلق تكون عندنا قاعدة بيانية لمختلف ورصيد معرفي أيضا عن هذه الأعمال التي خلدها التاريخ. التظاهرة الثقافية التاريخية التي جمعت باحثين ومختصين في التاريخ والنقد الثقافي كانت مناسبة لإبراز إسهام مختلف الفنون على غرار السينما والمسرح والأغنية الشعبية في دعم الثورة التحريرية ومقاومة الثقافة الاستعمارية. هذا الملتقى هو دوره هو أن يعرفنا أولاً أن نعرف كيف تمكن هؤلاء في تلك الظروف الصعبة، ظروف صعبة جداً، تمكنوا من أن يقودوا حركة فنية وأن يبدعوا في مجالات متعددة. الرواة المحترفون للقصص الشعبي واللي مارسوا الفن التحم في الأسواق وفي الأماكن العامة، حبيت في هذا المداخلة أذكر بدور هذه الفئة المركزي في المقاومة الثقافية باعتبارها أنها كانت حاملة للتراث الشعبي، كانت تمثل الهوية الوطنية واستعانت بالتراث القديم لكي تجابه الاستعمار، لأنه طبعا ظروف الرقابة الاستعمارية تصعب من مهمة المقاومة الثقافية إلى درجة كبيرة. الملتقى المنظم على مدار يومين والمندرج في إطار البرنامج الثقافي الخاص بإحياء الذكرى 60 لعيد الاستقلال شهد تكريم نخبة من الشخصيات الثقافية والفنية الراحلة إلى جانب معرض للفنون التشكيلية يضم لوحات وورشات فنية حية من إنجاز طلبة معاهد مدارس الفنون الجميلة.